نذكر السادة المشاهدين بتليفون البرنامج ونأخذ المتصل إبراهيم من القصيم. تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. شهر مبارك علينا وعليك. الله يبارك لنا ولكم والمسلمين. ممكن أسلم سمحتي شيخ صالح؟ تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. مبارك الشهر يا شيخ. بارك لنا ولك. يا شيخ عندي سؤال. طيب. تفضل. الفرق بين الصدقة والوقف. نعم. الفرق بين الصدقة والوقف. والوقف؟ نعم. الوقف صدقة يا أخي، نوع من الصدقة، لكن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وأما الصدقة فهي تبرع بالمال على الفقراء والمحتاجين في رمضان وفي غيره. نعم.